For the force system acting on the structure given in drawing, find the following. Replace the system by an equivalent force couple system. يعني force مع couple at point B. فمحتاجين نجيب ال Rx ال Ry والماجنتيود R اللي هو Rx تربيع مع Ry تربيع، بعدين نجيب الثيتا خطوات ثابتة، وبعدين نجيب المومنت عند ال B والمومنت كله كده، فهنختار الموجب كده. ال Rx مفيش الا 800 نيوتن في الاتجاه السالب لإكس أو ليفت. ال Ry 400 و600 و300، دول 1300 لتحت. هو عايز الماجنتيود، فمش مشكلة الاتجاهات. هقول الجذر التربيعي 800 تربيع مع 1300 تربيع، 1526. الثيتا هتبقى 800 مع 1300، فممكن نجيب الزاوية دي اللي هي شيفت تان او تان انفيرس، الرأس 1300 والافقي 800، شيفت تان 13/8. تمانية وخمسين بوينت فور اللي هي الزاوية دي تيتا. يبقى دلوقتي عندنا فورس اهي بزاويتها بكابل اللي هو هناخد مومنت عند البي، وان ده اتجاه الموجب، ان كلهم يعملوا معها قارب الساعة، فالستمية تتضرب في اربعة والتلتمية هتتضرب في تمانية والتمنمية هتتضرب في اتنين، 2400 وهنا برضو 2400 وهنا 1600، 6400 نيوتن دوت متر. يبقى دلوقتي الإكويفالنت فورس كابل سيستم عندنا حاجتين، قوة بزاوية ومومنت. هو بيقول لك show the above force couple system in a separate drawing figure، عشان يتأكد ان انت فاهم ان هما الحاجتين ومع زاوية. فممكن نيجي كده ادي نقطة بي، عندنا القوة اهي نفس الاتجاه اللي هو الار، تكتب عليها 1526 نيوتن، وزاويتها اهي 58.4، وتحط كابل عندنا عند نقطة بي برضو، الكابل ده قيمته 6400 نيوتن دوت متر. يبقى ده اللي هو البارت 6، ده بارت 5 وده بارت 6. بارت 7 بيقول determine the line of action of the stand alone resultant force، يعني عايز force بس intersects the member BCD measured from point B، show the above result in a separate drawing. والبارت
line, determine the line of action of the standard resultant force intersect the member AB المرة دي measured from point B. يبقى مرة طبعا هي الفرصة اهي كده عاملة كده فتتقاطع هنا وتتقاطع هنا، عايزين نعملها هنا بحيث يعني نشيل المومنت بس تبقى فرصة لوحدها. فعندنا البارت الرابع اللي هو هيكون بالمنظر ده، نقطة B اهي ومفيش مومنت خلاص، بس في نفس ال القوة 1526 نيوتن على بعد دي، بحيث يعمل نفس المومنت. القوة طبعا موجودة موجودة، احنا عايزين نعمل نفس المومنت من غير ما يكون في كابل، هو اللي يعمل الكابل، فورس تعمل الكابل. فبدل ما احطها عند بي مع كابل احطها بعيد بمسافة دي بحيث هي اللي تنشئ الكابل. هقول كده المومنت عند بي تساوي ال ار اكس، مش تعمل حاجة، ال ار واي في الدي، المومنت 6400 والدي عايزين نحسبها، والار واي 1300. يبقى دلوقتي 6400 على 1300 يديني الدي باربعة بوينت 9.2. يبقى دلوقتي ده البارت 8 ورسمناه خلاص، حطينا القوة على بعد مسافة 9.4.92. في البارت الأخير عايز مع الممبر اي بي بارت 8، يعني بالمنظر ده عايز كده، ادي الفورس، وعايز المسافة نسميها مثلا دي داش مثلا ولا حاجة. الفورس نفسها متغيرتش، 1526 نيوتن. المرة دي اللي هيعمل المومنت عند نقطة بي هي الاف الار اكس وليس الار واي، ده الار، ده الار. هنا كان الاكس يمر والار واي هو اللي اشتغل، هنا الار واي يمر والار اكس هو اللي اشتغل. فهقول كده الام بي هتساوي الار اكس في الدي داش. طبعا المومنت نفسه 6400 والار اكس اجيبها من فوق اللي هي 800، فكده 8. اذا الدي داش اللي هي المسافة من هنا لغاية هنا تقاطع القوة 8 متر، عادي تقطع تحت الدي مش مشكلة، بحيث ان هي تولد او تجنريت نفس المومنت.